ونطلع نشوف تقرير عن كفاءات مصر بالخارج. تغادر الطيور أوطانها في العديد من المواسم، لكنها تعود في النهاية لتحلق فوق أرضها مهما طال الغياب. لذا قررت مصر مؤخراً أن تعقد المؤتمر الوطني لعلماء مصر في الخارج تحت عنوان مصر تستطيع، للاستفادة من عقول وخبرات العلماء المصريين المهاجرين في وضع الأسس العلمية للمشروعات القومية ودعمها بالأبحاث الدقيقة، وربط القدرات العلمية للمصريين في الخارج بشباب الداخل لخلق جيل يعتمد على الأساليب العلمية في البحث والتفكير. وأتى المؤتمر تنفيذاً لتكليفة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج بضرورة الاهتمام بالعقول المصرية المهاجرة وتحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم في شتى المجالات وربط أبناء مصر من المهاجرين بالوطن. وشارك في المؤتمر 27 عالماً مصرياً من عباقرة العقول المصرية المهاجرة وعشرة من شباب الباحثين في المجالات الحيوية، بالإضافة إلى 60 طالباً من المتفوقين بالجامعات المصرية الكبرى. وكان الدكتور فاروق الباز والجراح المصري الأسطورة مجدي يعقوب ضيفا شرف المؤتمر ليضربا المثل في رد الجميل للوطن الأم مهما على اسم أبنائها في الأوطان الأخرى.